دعني أقول لك في البداية بأن الإنسان في هذه الدنيا يعيش تقلبات مختلفة وتحديات مختلفة، والله عز وجل قد بيّن طبيعة هذه الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وبيّن الحقيقة الأخرى لتركبن طبقا عن طبق. هذا يعني باختصار أن حياة الناس لن تكون مستقرة على حالة واحدة، هناك نوع من العناء ونوع من المشقة ونوع من التعب وأيضا نوع من التغير المتسارع. هذه القضية تحتاج إلى ردة فعل من الإنسان. ردة الفعل عادة هو سلوك، لكن هذا السلوك لن ينطلق إلا من قيمة. عندما تكون هناك قيم ثابتة واضحة مؤسسة بشكل صحيح، سينعكس عنها سلوك إيجابي يتعامل مع الأزمات، مع المتغيرات، مع التحديات بشكل أعمق، بشكل أبسط، بشكل أفضل، بشكل أكثر روعة وأكثر جودة، بما يحقق مصلحة الإنسان من هذه الأزمات. وآنذاك يمكن أن تتحول هذه الأزمة من كونها أزمة منظورة إلى كونها نعمة يمكن الإنسان أن يقتنصها وفرصة يمكن أن يوظفها لتحقيق جزء من أهداف حياته. باختصار شديد، القيم وارتباطها بالأزمات هي وقاية داخلية، هي درع حصين، هي متانة داخلية، هي خط الدفاع الأول لتجهيز الإنسان سلوكيا للتعامل مع الأزمات الحياتية بما تتعاطى تلك الأزمات، ثم من ذلك التحقيق للهدف الأكبر الذي يعيش في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وصولا إلى رحمة الله ورضا الله في الأخير بإذن الله تعالى. Thank you.